تنظم غرفة صناعة تقليدية لجهة الدار البيضاء سطات في إطار الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية اللي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المعرض الجهوي في نسخته السابعة لجهة الدار البيضاء سطات، والذي يعرف حضور مجموعة من الصناع التقليديين المنتمين إلى جهة الدار البيضاء سطات وأيضا إلى باقي أقاليم المملكة، وهو فرصة كان في فرصة بالنسبة لهؤلاء الصناع اللي هم أكثر من 130 صانع تقليدي من أجل عرض المنتوجات ديالهم وتسويقها أيضا، خصوصا أن مدينة الدار البيضاء كتبقى واحد المركز اللي هو مهم جدا للصناعة التقليدية وأيضا لتوافد الزوار والجمهور من أجل اقتناء الصناعة التقليدية، والمعرض شهد توافد كبير للسياح الأجانب بالإضافة إلى الساكنة البيضاوية، وبرز لنا أن هناك واحد التعطش وطلب كبير جدا على منتوجات الصناعة التقليدية، لازم أننا نخلق لها فرص عديدة من أجل الترويج والتسويق. الاسم هو لويز إسماعيل، تزول المهنة من 1967 في مصنوعة الجلدية. كان عندي دابا تنطرأس تعاونية أطلس كوي للمصنوعات الجلدية، وسيدنا كرمنا بعد هذا الوسام الملكي الله يخليه لينا، وهذا آخر المشوار ديالي، وتنحس بواحد الإعزاز وواحد الفخر، فهمتيني، أنه في تدوز حياتك كاملة واحد 50 عام وأنت في الحرفة وفي الصنعة وتتناضل وفي الآخر توج بهذا، راه هذا الشيء راه ماشي ساهل، والله يخلي لنا سيدنا والله ينصرو. كنشكر جلالة الملك محمد السادس على التفاتة والأسرة العلوية، وهذا السويتش التدويج ديالنا على الحاج الحسن من الفران سيدي عثمان اللي داخل بالفران الصناعة التقليدية، وشكرا شكرا بزاف للحاج الحسن مات وداروا بحسابه على حساب الصناعة التقليدية اللي داخل بها بالفران في سيدي عثمان. كنشكركم بزاف، تنشكر جلالة الملك الله يخليه لينا. كما كتشوفوا انتم في هذا المعرض الصغير ديالي المتواضع كما كنقولوا، يعني متعدد الاشكال، كنخدم ارتيكلات اللي ممكن يتعاودوا، كاين الارتيكلات ما يمكنش تعاودوا، كتجي تحفة صافي كتخدم وحده، وكاين اللي طابلو كما كتشوفوا من المنتوجات قدامكم، والحمد لله لحد الان كل شيء مزيان، درنا السبب والكامل على الله سبحانه وتعالى، مشاركة مزيانة، الجمهور اللي كيدخل مزيانين، كل شيء بخير الحمد لله. ودابا حنا كل واحد وشنو كيعجبو، يعني كاين اشكال متعددة كلها، ولكن الاغلبية كيقول لك هذاك الشيء مزيان. شنو طالب عليه اكثر؟ ودابا ما تقدرش تعرف شنو، فهمتي، كل واحد وشنو كيبغي. كاين اللي كيجي لك بحال هذا المنزل الخشبي، كاين اللي كله، وكاين اللي كيهضر على هذا السيبار كيبغي يخدم كله، وشنو اللي غادي يبان لي هذاك المنتوج فين غادي يخدمه.